لا فساتين ولا شيء، اتركني معصبة. لا ماما لا، أنا قصت المدرسة تبعي منه أهم منك أنت من جمالك. شو بتعملي بتصير وتعرف شنات وتعرف سعد وتعرف أمل أحلى منك؟ بيلبسوا أحلى منك كرمال قصت المدرسة تبعي؟ لا أنا ما برضى، أنا ما بقبلها حالي. إيه خليه يروح يشتغل ما يدبر مصاري يدرس فستان، خلق العيد أصلاً عملوه لإلي. شفت يا بيبو؟ إيه ماما اشتري. لا فكر بالموضوع أكيد. جمع المصريات واشتري وما تدفع القصة. Thank you.